مساء الخير على كل المشاهدين ومتابعينا في كل مكان، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مملكه الجمال. ودايما بنتناول كل ما يهم كل مستري او كل الموضوعات اللي بتهمنا في كل حاجه بتحيط حوالينا من موضوعات هامه. موضوع قانون الايجار القديم طبعا عامل لغط وعامل جدال وعامل اثاره وبلبله، وقسم يعني المستاجرين والمؤجرين بينهم شد وجذب، وبينهم دايما خلافات، وطبعا يعني ملايين بيتابعوا لحظه بلحظه اخبار قانون الايجار القديم، ودايما عايزين يعرفوا ايه تطورات وايه اخر اخباره. عبارات واقاويل وجمل واراء مختلفه بنسمعها زي لا مساس بالوحدات السكنيه، والسكني خط احمر، والملاك هيطردوا المستاجرين، وحاجات تانية كتيرة جدا، وعدم شبه دستورية أو شبه عدم دستورية سوري، وحاجات تانية كتير. ضيفي النهاردة هيكلمنا عن كل الحاجات دي ويفهم لنا أمور كتير ويوضح لنا حاجات أكتر عن قانون الإيجار القديم. برحب بيه المستشار القانوني أحمد السلموني. إزيك والزميل طبعا أهلا وسهلا إزيك أخبارك إيه؟ برحب بحضرتك والمشاهدين الكرام. طبعا إحنا كنا بنقدم برنامج قبل كده اسمه مع القانون على قناة تانية. وحضرتك طبعا إيه برضو إعلامي بتقدم برنامج. بإذن الله بإذن الله. عايزين بقى نعرف من حضرتك إيه قصة الكلام اللي لسه قايلاه دلوقتي، وحكم المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم، وهل هينفذ بفض دور انعقاد الرابع لمجلس النواب؟ أنا في البداية بس برحب بحضرتك وبالمشاهدين الكرام، وعايز المشاهدين يصفوا ذهنهم معايا شوية، يركزوا جدا، لأن اللي هينقال يعني ما نقلش. الدنيا دايرة في موضوع وفي أفلام وفي قصص وفي حكايات يعني من مواقع من التواصل. يعني هل من 5/5/2018 الحاجات دي لسه جديدة هنسمعها أول مرة من حضرتك؟ لا، هي زادت بقى الكلام زاد بعد فض دور الانعقاد. النهاردة حكم المحكمة الدستورية صادر إمتى؟ 5/5/2018. طيب، هي المحكمة أرجأت تنفيذ الحكم لبعد إيه؟ بعد فض دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب. ليه؟ استندت المحكمة لنص المادة 49 من قانونها. طب نص المادة 49 من قانونها ما قالش إن ترحل الأحكام أو تؤجل، ده قال ما لم يكن في الحكم تاريخ سابق. طب نترجم الكلام ده. يعني صدر حكم النهارده من المحكمه الدستوريه العليا، عندي 15 يوم يتم النشر، اليوم التالي يتم التنفيذ. ده القانون ادى استثناء للحكم الصادر من المحكمه الدستوريه، ان المحكمه تحدد تاريخ سابق، يعني تقول الحكم ده يتنفذ من سنه من سنتين، لكن ما اداش لاحق، ما اداش بعد سنه، ما اداش بعد دور انعقاد، ما اداش. لكن قد تكون المحكمه راعت اعتبارات اجتماعيه معينه. اذا الحكم نافذ. طب اللي احنا فيه دلوقتي ايه بقى؟ دور الانعقاد انفض. المشكلة فين دلوقتي؟ المشكلة بين المالك والمستأجر. ال 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 السادة الملاك ما يزعلوش مني، هم اندحك عليهم. اندحك عليهم. من الآخر. المستأجرين؟ لا، مش من المستأجرين. أمال من مين؟ في مشروع قانون دخل. مشروع القانون ده قال في فترة انتقالية 5 سنين. بقى المؤجرين يقولوا 5 سنين لأ، شوية كتير، عايزين سنة ولا دلوقتي؟ والمستأجرين يقول لك لا، 5 سنين هنعمل بهم ايه؟ عايزين 10 20 30 سنه. تمام؟ طيب، يبقى اذا الملاك انتقلوا من مرحله التنفيذ الفوري لمرحله المده الفتره المهلة. الانتقاليه. المهله دي. طيب، هو مين اللي قال الفتره الانتقاليه؟ مشروع القانون. بس. طيب، هل في فعلا فتره انتقاليه؟ مفيش فتره انتقاليه، المفروض مفيش فتره انتقاليه. مفيش شيء مسماه فتره انتقاليه. وبكررها تاني. ليه؟ هي المحكمة الدستورية العليا لما أصدرت الحكم قالت فترة انتقالية؟ أبدا. يعني بمعنى إيه طيب يا أستاذ؟ ما أنا بقول لحضرتك أهو. المحكمة الدستورية ما قالتش فترة انتقالية. طيب، المحكمة الدستورية قالت يا مجلس النواب خد فترة انتقالية، اعمل فترة انتقالية بقانون، ما حصلش. طب لو مجلس النواب عمل فترة انتقالية تعارض مع المحكمة الدستورية العليا. طب تعارض معاها في إيه؟ المحكمة الدستورية العليا لما قضت بعدم دستورية صدر المادة 18، انا ما بحبش اتكلم على الهواء بارقام قوانين عشان الناس اللي مش قانونيه تفهمني. في جزء من القانون اللي هو خاص بالامتداد وخاص بحالات انتهاء العقد الايجار، الجزء ده خد عدم دستوريه، يعني هدم، اصبح هو والعدم سواء. منين انا بقى الف من ناحيه تانية واقول لا ده 5 سنين فتره انتقاليه؟ 5 سنين فتره انتقاليه دي يعني امتداد،
سواء كانت سنه 5 10 20 كده امتداد. المحكمه الدستوريه بتقول ما فيش امتداد، وانت بتطلع قانون بتقول في امتداد. اذا القانون ده في حد ذاته هيصبح غير دستوري. ليه؟ لان حكم المحكمه الدستوريه نافذ فورا. مين اللي يحدد؟ محكمه الموضوع. المحكمه الدستوريه ما قالتش فتره انتقاليه، ما جابتش سيره الكلام ده. اذا الملاك انتقلوا من مرحله التنفيذ الفوري، عشان بقول لحضرتك انضحك عليهم، انتقلوا من مرحله التنفيذ الفوري لمرحله المده قد ايه؟ بعد 5 سنين ولا بعد 10 سنين؟ لا طبعا كل ده غلط، كل ده وهم، مفيش حاجه اسمها فتره انتقاليه. الملاك بتفكيرهم ده هيخلي المسؤولين عن اتخاذ القرار يعمل لهم اللي هم عايزينه، هنعمل لكم فتره انتقاليه، مش انتوا عايزين فتره انتقاليه؟ هنعمل لكم فتره انتقاليه. لكن قانونا مفيش حاجه اسمها فتره انتقاليه. تمام؟ يؤكد كلامي محكمه النقض، الحاله اللي احنا فيها في حاجات صادره عنها زمان بتقول لو الحاله اللي احنا فيها دي اتحققت يتم الرجوع للقانون المدني. اذا قانون الايجارات يتعطل في بالنسبه للجزئيه دي بالذات، ويتم الرجوع فيها للقانون المدني. شوفي كام حاجه ما بتقولش فتره انتقاليه. امال الفتره الانتقاليه دي جت لنا منين؟ طب والقانون المدني بيقول ان اي حد حريه التعاقد، مالك اي شيء له حق التصرف فيه. حريه التعاقد، اجر لك سنه 2 10 20 براحتنا احنا الاثنين. اذا عطلنا نص الماده، ما تجيش بقى لف واعمل لها امتداد من الناحيه الثانيه في مجلس النواب واديها كلمه فتره انتقاليه. مين اللي قال فتره انتقاليه؟ ما فيش حاجه اسمها فتره انتقاليه. ده بالنسبه لتنفيذ الحكم المحكمه الدستوريه العليا، يعني فهو فوري، فوري، والمحكمة قالت كده والقانون بتاعها قال كده. فحتة فترة انتقالية ده بقى ايه؟ الملاك هم مشوا ورا القانون او مشروع القانون، فبالتالي انتقلوا من المرحلة الاولانية للمرحلة الثانية. طب ايه موقف المستأجرين بقى؟ المستأجر ملتزم بالقانون. المستأجر ملتزم بالقانون، هيروح انذار للمستأجر بالإخلة، هيترفع دعوة بالإخلة. اذا في إخلة، يبقى المفترض ان المستأجر يتفاوض مع المالك في الفترة اللي احنا فيها، مش يتفاوض يقول له انا عايز فلوس عشان امشي، لا يتفاوض انه يسيبه فتره، يعمل له عقد 3 سنين 5 سنين، ييسر له الامور شويه. طيب هل احكام المحكمه الدستوريه العليا ملزمه لمجلس النواب؟ الساده اعضاء مجلس النواب في ناس منهم قال لك احنا مش ملزمين باحكام المحكمه الدستوريه العليا، قالوا كده. طيب نشوف المحكمه الدستوريه العليا ونشوف نصوص مودها. طيب نص الماده بتاع المحكمه الدستوريه العليا، اولا الحكم الاخير ما الزمكش كمجلس نواب بحاجه، ما ألزمكش بحاجة، لكن المادة نفسها بتقول إيه؟ أحكام المحكمة الدستورية العليا تسري على كافة السلطات. طب أنت كمجلس نواب إيه؟ أنت سلطة تشريعية، إذا تسري بموجب أنها تسري على كافة السلطات يعني هتسري عليك، لكن الحكم ما ألزمكش بحاجة، ما طلبش منك حاجة، ما طلبش منك أنك تعمل لي فترة انتقالية. يعني ما وجهلوش توجيه مباشر أن هو يطبق؟ ما فيش أي توجيه. ما أنا بقول لحضرتك لا المحكمة الدستورية قالت ولا وجهت مجلس النواب انه يعمل فتره انتقاليه. طب ايه اللغط اللي حاصل والمشاكل والخلافات اللي حصلت في لجنه الاسكان؟ اللي بيفهم واللي ما بيفهمش يتكلم. لا في لجنه الاسكان بمجلس النواب. مجلس ده مش دي حاجه ثانيه بقى. الخلافات اللي ضاعت. الخلافات اللي ضاعت. طبعا السيد رئيس مجلس النواب راجل من ضمن كبار اساتذه القانون. اه طبعا. طيب النهارده لما يقول دكتور علي عبد العال طبعا. النهارده لما يقول ان في الحكم الدستوري ده هيطبقه على الاعتباري. طيب. لما اجي اقول الاعتباري فقط، طب ما التجاري الاعتباري النهارده هيخلي. طب الاول نفرق او نعرف المشاهدين ايه هو الفرق بين الشخص الاعتباري والشخص العادي، والاعتباري بينقسم لعام وخاص والعادي، يعني فاهم كده؟ يعني فاهم بس هم حافظين، بس برضو في ممكن حافظين من اللي شافوه اول مره تسمع او اول مره. الاشخاص الاعتباريه دي اشخاص بنقول عليها كده، الشخص الذي لا ينطبق عليه الموت، مؤسسه، شركه، بنك، كل ده شخص اعتباري. سفارات، مدارس حكوميه، الشخصيه المعنويه المستقله. تمام. الاشخاص الطبيعيه اللي هي الاشخاص الطبيعيه العاديه. ممكن الراجل الواحد يبقى ليه شخصيتين، شخصيه اعتباريه كشريك في شركه، وشخصيته العاديه اللي هي الطبيعي العادي. دي يبقى ليه شخصيتين ما فيهاش اي مشكله. تمام. لما جينا في مجلس النواب، المجلس النواب عايز يعمل ايه؟ عايز يطبق بعض الناس، بعض النواب عايزين يطبقوا على الاعتباري فقط. طب ما هيبقى في شبهه عدم دستوريه. ليه؟ الاعتباري هيخلي النهارده. مش كده؟ طيب الـ الطبيعي بقى السكني العادي. لا مش سكني. لا مش سكني. التجاري. التجاري العادي. التجاري الطبيعي. التجاري الخاص تقصد؟ الخاص مش حكومي. مش حكومي، اصل الحكومي ده دخلنا في اعتباري. ما هو الاعتباري الحكومي. لا انا بتكلم في حاجه ثانيه. التجاري
غير التجاري العادي اللي هو الاشخاص، ده الاشخاص الطبيعيه، واحد مأجر محل، مأجر مكتب، ده شخص طبيعي، غير ما يكون شركه، غير ما يكون مؤسسه، وزاره، حكومه. تمام. طيب الشخص الطبيعي ده المفروض بيتساوى بالايه؟ بالاعتباري. طيب الاعتباري قالنا مش هيجي عليه الموت، وبالتالي العقد بتاعه مش هينقضي، لكن الطبيعي ممكن المستاجر لا قدر الله توفى، ورثته توفهم، تمام، عقده هينقضي. اذا ما فيش هنا ايه؟ دستوريه، لازم ده يبقى مساوي لده. تمام. طب لما حد عدم دستوريه للاعتباري يعني ينهي النهارده؟ طب ما التجاري الطبيعي مش هينهي النهارده، مستني الحالات. هستأذن حضرتك، في تليفونات هتظهر دلوقتي على الشاشة، لأن في اتصالات على الرقم بعد الحلقة، في رقم للتواصل بعد الحلقة بتتصلوا حضراتكم عليه، لا في رقم تاني للتواصل أثناء الحلقة هيظهر على الشاشة، وكمان في ناس طلبت رقم دكتور هاني الغزاوي استشاري التغذية العلاجية، فبناء على طلب ناس كتير طلبت الرقم هنزل لهم برضو الرقم على الشاشة دلوقتي. ما أنا أسفة معلش. فده حاجة وده حاجة. اذا مع الضغط ان لا يطبق على الاعتباري بس، والدكتور علي عبد العال بصفته جهبذ من جهبذة القانون قال لا هيبقى في شبهه عدم دستوريه، تم التاجيل وعدم، لكن في النهايه الملاك مالهم ولا الكلام ده؟ ما هو القانون هيدي فتره انتقاليه، يعني امتد، يعني خالف حكم المحكمه الدستوريه. منين المحكمه الدستوريه هدمت الامتداد وانت بتطلع لي قانون تحط امتداد؟ متعارضين هنا، في تعارض. تمام. إذن الخلاف اللي داخل في مجلس النواب، مفترض ان القاعده الملكيه، قاعده الملاك والاملاك، بعيد عن الكلام ده، مفترض بعيد عن الكلام. إحنا لكن مع اصرار الملاك فتره انتقاليه، طيب هنعمل لكم فتره انتقاليه. طيب لو دلوقتي شخص مستاجر او هو مستاجر وتوفى او توفي، والورثه بيبقى وضعهم ايه؟ يعتبروا اشخاص اعتباريين ولا اشخاص عاديه؟ تمام. الحاله دي انا عندي كذا حاله. الحاله الاولانيه بالنسبه للسكني، مستأجر توفى، دول أشخاص طبيعيين. تمام؟ توفى يبقى الورثة السكني. السكني اللي هو المساكن. مش تجاري. السكني المستأجر توفى، خلاص دول كده ورثته أشخاص طبيعيين. لكن لو تجاري، المشكلة عندنا في التجاري. التجاري في بعض الناس ويعني وليهم وجهتهم، وجهة النظر المحترمة برضو، إن بالنسبة للتجاري هو كده هيحقق ربح، وبالتالي أصبح شركة واقع. شركة الواقع ديت في القانون تعتبر من الشركات التجارية، إذا أصبح اعتباري. لكن أنا بقول لا. ليه؟ هم أشخاص طبيعيين. شركة الواقع تنقسم لقسمين. يعني إيه شركة واقع الأول؟ يعني مجموعة شركاء عملوا شركة وما سجلوهاش، ما أيدوهاش، لكن شركة، داخلين الشركة بمزاجهم. لكن في حالة الوفاة داخلين الشركة رغما عنهم، الوفاة حصلت، أصبحوا شركاء واقع. طب الشركاء الواقع دول التجاريين يعاملوا كاعتباري؟ لا، مش هيعاملوا كاعتباري. ليه؟ اولا لما نيجي حتى بص الحكم المحكمه الدستوريه العليا، هي ادت عدم دستوريه ليه؟ لان الشخص الاعتباري لا يطرا عليه ما يطرا على الشخص الطبيعي من احداث تؤدي الى انتهاء العقد، لكن الاشخاص ديت هيطرا عليهم نفس الايه؟ نفس المواقع ونفس المشاكل اللي هتحصل في انتهاء العقد. اذا هم اشخاص طبيعيين. تاني حاجه، الأشخاص الطبيعيين اللي هم أصبحوا شركة واقع بالميراث، لما بيروحوا يقدموا إقرار ضريبي كل واحد بيقدم لوحده، لكن الشخص الاعتباري بيقدم كراس مال، أرباح وخسائر تفرق. إذن هم أشخاص عادية. لما أجي أرفع دعوة النهاردة عليهم هقول شركة مين؟ لا، هقول ورثة المرحوم فلان الفلاني. تمام؟ اذا كده اقرار برضو ان هم اشخاص طبيعيه وليس اعتباريه. ده بالنسبه لحاله الوفاه الخاصه بالمستاجر. طيب جالنا سؤال اتصال بس الخط قطع، بيقول بيسال هل الايجار يبقى تبع او حسب النشاط ولا حسب المكان؟ تحدد قيمه الايجار حسب النشاط افضل ولا حسب المكان؟ ده بالنسبه لايه؟ للتعديلات ولا بالنسبه للي فات؟ عموما انا مثلا دلوقتي انا حر اتعاقد معاك زي ما انا عايز. الافضل ايه عشان ما يحصلش اللغط ده والمشاكل والجدال دي جدال ايه؟ معانا طب معانا مداخله تليفونيه. استاذ فرج، استاذ فرج من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك ابراهيم فرج يا فندم؟ ابراهيم فرج، سوري. سوري حضرتك. دلوقتي بالنسبه عندنا بيت من سنه 60، والوقتي الايجارات 3 جنيه و4 جنيه و5 جنيه، حوالي 6 او 8 شقات بناخد منهم 18 جنيه، فاحنا رفضنا ناخد منهم الايجار حضرتك،
فراحوا حطوه في المحكمة، وبعدين في واحد منهم قام جايب ابنه وقام معاه في قلب الشقة وجوزه جوه الشقة وساب حضرتك الشقة وراح سكن في شرطة. فالحل ايه في المواضيع دي حضرتك لغاية دلوقتي؟ بنشكرك يعني 3 جنيه دول يعملوا ايه؟ طيب هتسمع الإجابة من الأستاذ أحمد؟ هو كده ان المستأجر وعايز عايش. نمرة سيادة المستشار بعد إذنك، لأن طيب أنا عايز أعرض كنترول، الموضوع عليه. اوكي ما ممكن؟ تقفلش وتاخد الرقم من كنترول طيب أنا ما قفلتش، ممكن تحولنا على الكنترول؟ ان شاء ولا الله. التليفون والاسم هيطلع على الشاشة؟ لا لا، في الكنترول اللي ظاهر على الشاشة او اللي هيظهر ده دكتور هاني الغزاوي، حاجة تانية. شكرا لحضرتك، ده كان في الحلقة السابقة. اتفضل استاذ احمد. هو المستأجر عايش؟ أنا ما أعرفش المستأجر عايش ولا توفى. لو هو المستأجر واضح عايش ان خلاص. هو صاحب العقار. لا المستأجر اللي هو عنده. لو المستأجر عايش خلاص المستأجر عايش ما فيهاش أي حاجة. لكن المستأجر لو توفى ليها حالات، هل في امتداد ولا ما فيش؟ في إقامة ولا ما فيش؟ لكن في النهاية شوف بس حكم المحكمة الدستورية العليا يمكن يطبق علينا كلنا. ان شاء الله. بس. طيب في اخر الفقرة كده عايزين نعرف ازاي ننظم العلاقة بين الملك والمستأجر كده سريعا. ننظم العلاقة بين المالك والمستأجر سريعا. عشان ما يحصلش واحنا لسنا مع او ضد، ولا مع الملاك ولا مع المستأجرين يا جماعة، عشان يعني احنا ملناش اي مصلحة في الفترة الكلام اللي ده. احنا فيها دي فترة غامقة، ماشي، فترة مظلمة، الطرفين يستغلوها ويتراضوا، الطرفين يستغلوها ويكتبوا عقود جديدة مع بعض ويتراضوا. انا ما بقولش حكم معين، ما بقولش حاجة معينة، لكن لو المالك تطبق عليه حكم الدستورية او تطبق له حكم الدستورية في السكني والتجاري والاعتباري، وده كده المشكلة ان الحلقة وقتها ضيق، لسه في سكني وتجاري واعتباري، ايوه هيبقى له حلقة تانية ان شاء الله وهنبقى هيبقى نعلن ان عنها. شاء الله. ايوه في جزء تاني. فبالنسبة لو اتطبق المالك مش هيسكت، هيطرد المستأجر الصبح. تمام؟ فلو ما اتطبقش المستأجر قاعد منش طالع. فنستغل النقطة دي، نستغل النقطة اللي احنا فيها قبل ما التفسيرات تنزل وقبل ما الأحكام تطلع، لأن الأحكام لو في قضايا مرفوعة، في أحكام جاية، في أحكام نقض معينة خاصة بالموضوع ده احنا بنشتغل بيها، فمش عايزين نحط قدام بعض قوي. كفاية يعني الموضوع كفاية مش ناقص، الخناقات اللي حاصلة الموضوع مش بينهم. ناقص الاتنين على كملاك ومستأجرين، وأنا لا مالك ولا مستأجر، لا يهمني بالظبط القانون كده. ولا يهمني الكلام ده، لكن أنا شايف عوار تشريعي بنحاول نعدله ونحاول نفهم الناس القصة كلها ماشية إزاي. بس طيب بنشكرك يا أستاذ أحمد، الله يبارك في وشرفتنا حضرتك، ونورتنا في الحلقة أنا شاكر النهاردة. أفضالك وشاكر السادة المشاهدين طبعا، ويا رب يكونوا استفادوا مننا أو فهموا المقصود اللي احنا عايزين نقوله. لكن طبعا الحلقة دي مش لوحدها، في استكمالات تانية إن شاء الله جاية هنبقى نعلن عنها وهنعرفكم موعدها إن شاء الله. ان شكرا شاء يا الله فندم. هسيبكم دلوقتي مع ريبورتاج في مزرعه، او اول مزرعه طحالب سبايرولينا في مصر مع صاحبها الباشمهندس حاتم الكومي، وانتظروني بقى الحلقه القادمه هتبقى تاني يوم العيد ان شاء الله. كل سنه وانتم بالف خير، وعيد مبارك علينا يا رب ان شاء الله، عيد الاضحى المبارك. القاكم يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله كده في حلقه جميله، سهره غنائيه ان شاء الله كده تعجبكم بناء على طلب ناس كتير. وألقاكم على خير. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مملكة الجمال، وكما عودناكم برنامجنا بيقدم كل ما هو جميل وجديد وإيجابي ومفيد، وبنقدم كل حاجة حلوة في مصر بداية من شعبها لحد آخر ذرة تراب على أرضها. والنهاردة إحنا في عالم غريب وجديد، شركة نور الهدى لإدارة المشروعات الزراعية أقامت أكبر محطة طحالب سبايرولينا في الشرق الأوسط، وهنعرف ونفهم الطحالب دي هي ايه وبتعمل ايه وفايدتها ايه وهنعمل بيها ايه. انتظرونا في لقاء متميز مع الباشمهندس حاتم الكومي صاحب شركه نور الهدى لاداره المشروعات الزراعيه، هنعرف منه كل حاجه عن الطحالب سبايرولينا. خليكم معانا.
المستثمر المصري باشمهندس حاتم الكومي صاحب شركه نور الهدى لاداره المشروعات الزراعيه. اهلا بيك. اهلا بيك برضه. النهارده احنا في عالم غريب وجديد بالنسبه للساده المشاهدين، مش كل الناس تعرف طحالب السبايرولينا. عايزين نعرف الساده المشاهدين ايه بقى مزرعه الطحالب. لا، هو مجال جديد للاستثمار في مصر، هو الاستثمار في الطحالب. زي اي استثمار جديد دخل في المجتمع. كان قبل كده كان مزرعه السمكيه بالنسبه لنا شيء مجهول، وكان قبل مزرعه الفراخ شيء مجهول، لكن مع الايام اثبت انه استثمار امن. استثمار في الطحالب الميزه فيه انه بيكون اسرع عائد، ان احنا بنستغل الاراضي اللي هي غير صالحه للزراعه او غير صالحه للبنى، فبنستغل اراضي البور حسب نوعيه الميه وحسب درجه الملوحه الموجوده في الميه، بنعرف نزرع عليها طحالب حسب البي اتش بتاع الميه، وبالتالي فهتبقى عندنا جميع اراضي البور، جميع الميه درجات الملوحه المتفاوته ممكن نزرع عليها طحالب. عايزين نعرف الساده المشاهدين البي اتش ده عباره عن ايه؟ البي اتش هو ده رقم الهيدروجيني اللي بيوضح حموديه الميه او كلويه الميه. ودي ممكن في حاجات مثلا لما يكون البي اتش بتاعها عالي بتعمل مشاكل للزراعه التقليديه. والملوحه برضه في بعض المياه بتبقى الملوحه فوق 12000 او 15000 بتعمل مشاكل برضه مع في الزراعه. لكن مع الطحالب كل ميه بيكون لها تحرب بينمو فيها طبيعي. فممكن نستثمر جميع الاراضي وجميع الامكانيات مصر الاقتصاديه. طيب كلمنا عن ازاي نزرع طحالب يعني. العمليه بتكون بسيطه، ان احنا في سلاله معينه بنشتغل عليها. احنا دلوقتي بنشتغل سلاله طحالب الاسبيرولينا. السبايرولينا. ايوه. وعملنا لها اتمصرت وتكيفت مع البيئه المصريه. طب مصدرها ايه يعني، بنجيبها منين؟ لا، هو موجوده في مصر. يعني موجوده في مجال البحر الاحمر يعني. لا، فوائد النترون يعني، هي كان فوائد النترون. وفي برضه مع بالتعاون مع المركز القومي للبحوث في سلالات شركه نور الهدى عامله بروتوكول مع احنا واقعين بروتوكول ان الشعبه الزراعيه بمركز القومي للبحوث برئاسه الدكتوره وفاء حجاج هي بيت الخبره لكل مشروعات الشركه. والمشرف على المشروع بتاعنا والبحث الرئيسي في المشروع الدكتور هناء عبد الباقي، هم الجهه العلميه اللي بنجيب منهم السلالات، الاشراف الكامل، التحليلات كلها بتطلع من مركز القمه والبحوث اللي هم شركاء النجاح معانا. نكمل بقى ازاي بقى الاحواض ووحده الانتاج. وحده الانتاج بتبقى عامله ازاي، على مساحه كم فدان او كم متر، نبدا منين؟ لا، هي الفكره طبعا لما نتكلم فكره استزراع الطحالب، ممكن الحوض سواء عرض او طول ممكن يكون على اي مساحه زي ما احنا عاوزين. احنا ممكن نبدا بوحده حوض سمك منزلي الى حوض ممكن يوصل 10000 متر مربع. بتبقى حسب امكانياتك، حسب البيئه الموجوده. ولكن في معادله معروفه ان بيكون كل متر عرض بيقابله 10 او 15 متر طول. بتبدا ان احنا اول حاجه بنبني الاحواض، بيكون ارتفاع عمود الميه 50 سم 35 سم. يعني كده؟ ارتفاع الحوض نفسه 50. ارتفاع عمود الميه 35 سم. البدال مهم، لان لازم مع حركه الطحالب لازم يكون في حركه دائريه علشان الجريان يعني الميه والطحالب ما تبقاش في ركود. كل ضربه بدال في الميه بتعمل انقسام في الخليه، تكاثر يعني. غير ان حركه الميه هنخلي طبعا هي عامل اساسي في التكاثر، هي ضوء الشمس وثاني الكربون. فحركه البدال بتخلي المياه العميقه اللي مش وصل لها ضوء الشمس مع الحركه بتطلع فوق وبتتعرض لضوء الشمس، فيحصل انتاجيه زياده. بالاضافه لايه كمان موجود؟ هو الحوض بيتبني مشمع عزل مع البدال، بنحط املاح معينه بحيث نخلي الميديا الموجوده في الميه هي نفس الميديا الطبيعيه لنمو الطحالب. عباره عن ايه؟ لا، هي املاح الموجوده في السوق يعني، بيكربونات صوديوم على سلفات حديدوز على سلفات بوتاسيوم، في تركيبه ميديا معينه بتبقى ساعتها هي ده الجو المثالي، البيئه المثاليه لنمو الطحالب. بعد ما بنحط الاملاح في الحوض بنحط 5% من حجم الحوض طحالب سلاله معينه بنكون عاملينها في المعمل في مخزن القمه والبحوث، وبنميها في الاحواض. خلال 3 اسابيع بيكون معدل النمو زاد في الحوض وبتحول اللون الاخضر للازرق وبيبدا الحصاد بعديها. شركه نور الهدى لاداره المشروعات الزراعيه
قررت تمول وتقيم مشروع طحالب الزرقاء سبايرولينا ليه؟ وجذفت كده بمشروع مش معروف وصعب وتكلفته عاليه. لا هو قررنا لين هو قررنا بعد توقيع البروتوكول مع مركز القومي. احنا وقعنا البروتوكول على تحويل كل مشروعات البحث العلمي الى مشروعات تجاريه. مجال الاستثمار في التحارب الاسبرينا العالم كله على مستوى العالم من سنه 72 سعى اليه. وفي توصيات الامم المتحده سنه 72 في منظمه الصحه العالميه اعتقد سنه 80 ولا توصيات باستخدام تحارب الاسبرينا كغذاء رئيسي للبشريه كلها. المجال الميزه فيه ان احنا كنا اصلا بنستورد التحالب دي كان مجال عملنا في توزيع وتجاره المكملات الغذائيه وكان السعر بتاعها بيجي من ماليزيا عالي جدا. لما تعاوننا مع تكاتف في المركز القومي ليه؟ يعني انتوا كنتوا بتستوردوها اصلا من ماليزيا ليه بقى؟ لا لان كان جزء عملنا هي تجاره الاعشاب والمكملات الغذائيه. فاوريدي كان في معرفه بيها ومعرفه في بعض المكملات الغذائيه اخرى في الطريق بنعملها بس هي اصلا كل ده بنستورده من بره. ومن هنا جت الفكره بقى ان انتوا تقيموا مشروع زي ده. ان استفيد من كوادر البحث العلمي الموجوده في مصر اللي يقدروا ينفذوا اي مشروع او اي انتاج بنسعى عليه باقل التكاليف. ودي الفكره اللي حصلت بالفعل ان احنا تعاوننا معاهم واندكرة تحرب اللي هو سوق واسع جدا لو معدل الاستخدامات بيخش في الاغذيه الخاصه في المكملات الغذائيه في الادويه مستحضرات التجميل في مركزات الاعلاف في الاسمده الزراعيه. فميزه ان انت داخل مجال معين بتدي منتج معين ومشته واسعه ممكن يتوجه الى اكثر من 8 مجالات مختلفين. الفكره الثانيه اللي فعلا كان استثمار في الطحالب اللي كان كتير كان متخوف منه لان كان فيه بنحتاج اجهزه طرد مركزي واجهزه تجفيف كانت بتخش في تكلفه عاليه جدا فاستيراد. فكل كان متخوف ان يستورد مبالغ عاليه وبعد كده ما يلاقيش رواج للمنتج في السوق. فاحنا استحدثنا جميع الاجهزه اللي كانت موجوده تكلفتها عاليه جدا. لا مع المهندسين المصريين الموجودين ادينا مرسومات الالات فكرنا عملنا بدايل لكل الاجهزه المستورده. والحمد لله يعني كل مكونات المشروع بالكامل كلها انتاج محلي. تمام. انا شايفه هنا ده مرشح للطحالب. ده برضه كان بديل يعني بتحصدوا الطحالب بتتحط في الحوض ده او في دي بدايه المرحله ودي بدايه المرحله برضه اننا نستورد اجهزه معينه كانت ممكن تخش في نص مليون دولار او 2 مليون دولار. عملناها بحاجه بسيطه جدا. هو نفس المرشح ده بنسحب الميه بنحطه على القماش. القماش ده سمكه 16 ميكرون فبيعجز العجينه وبيماس الطحالب على وش القماش. فبيتم تجميعها وبعد تجميعها بيكون في اماكن اخرى بنخش في المعصره وفي المخبز وفي فرن التجفيف. هنروح دلوقتي نشوف الكلام ده. عايزين نعرف من حضرتك ايه اكتر حاجه واجهتك وكنت متخوف منها اثناء اقامتك للمشروع؟ ان احنا كنا اول مره حد يعمل يعني في كل النماذج اللي موجوده ما فيش حاجه شفناها نعرف نبني عليها. فاحنا اخذنا المخاطره دي يعني كنا مصمم كل حاجه اول مره. كان كلها استعنا طبعا فيديوهات موجوده في المزارع على مستوى العالم. فهي دي كانت اكبر مشكله ان انت ما شفتش نموذج قبل كده معمول قدامك بتشتغل عليه. انت اللي كنت بتخطط، انت اللي كنت بتعمل، طبعا اكيد مش من اول مره عملنا نموذج ناجح، لا احنا خدنا مره واثنين وثلاثه لغايه ما نوصل فعلا هو النموذج الانتاجي المناسب. طب ازاي بيتم الاهتمام والعنايه بالاحواض؟ الاحواض طبعا بيكون كل يوم في اجهزه قياسات احنا العينات بناخدها تحليلات كل اسبوع مع كل جامعه. العنايه ان طبعا في اي ميزه الطحالب ده ان اي اخطار بتواجهه هو بيديك انذارات. ازاي؟
مثلا البي اتش ممكن ينخفض مره واحده، تلاقي البي اتش بتاعه انخفض ونزل من 10 لغايه 7.5 بينزل، ده دليل ان في طائر بيواجه مشكله معينه. نسبه الرطوبه داخل الصوبه لو عينها ارتفعت جامد برضه دي مشكله، الرطوبه العاليه ممكن تكون سبب نمو الفطريات. فالقياسات اللي بناخدها بعد صدر بعد الفجر كل يوم هي اللي بتبين الوضع في مشكله كل يوم. لا طبعا كل يوم، لكن تحديد المنطق نفسه لا بيكون كل اسبوع. عايزين نعرف من حضرتك ازاي عرفت ان المشروع مربح وسهل تنفيذه على ارض الواقع بمصر؟ بمقارنة بسيطة بين سعر بيعه سواء في السوق المحلي او في السوق العالمي وما بين معرفة تكلفة الانتاج الحقيقية. هنا رأينا الموضوع مربح جدا، دايما بيكون الحاجة اللي بيقتحم السوق اول مرة بيكون بيجني الثمار اسرع من اي نشاط تقليدي موجود. احنا داخلين في مجال استثمار جديد، احنا الرواد فيه، فحسب دراسه جدوى الموضوع باسم ما شاء الله يعني مربح جدا يعني. واحنا شرف لنا النهارده برضو كبرنامج مملكه الجمال ان نكون من البرامج الرائده اللي اتكلمت عن طحالب الزبيرو لينا. لا هو اسم البرنامج على مسمى، وان شاء الله هنضيف جمال لمصر يعني. اكيد اكيد، وبعدين دايما يعني مصر تستطيع وابنائها قادرين على تقديم كل ما هو جديد وايجابي. بالفعل، واكتر حاجه اللي قلتها في اول كلامي ان احنا والطحالب لما يجي نستثمر فيها احنا بنخش الاراضي البور اللي غير صحيح الزراعه، اللي بتبقى الاحواض زي ما حضرتك شايفه كلها معزوله، وبالتالي ما نحتاجش نضطر في اي حاجه. فالميزه ان في اراضي كتيره سواء كانت الاراضي او مياه مهدره ومهجوره، لا احنا استثمار في الطحالب هيعيد استخدامها مره اخرى. وده الجميل في برنامج مملكه الجمال. وفعلا بنقدم دايما افكار هادفه وجديده وبناءه وايجابيه. هي الفكره احنا بنوسع الخريطه الاستثماريه لمصر. اراضي كتيره نقدر ندخلها. من خلال التنميه المستدامه في عهد القياده السياسيه الحكيمه الرشيده طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي. ان شاء الله باذن الله. طيب الطحالب ليها رائحه كده وطعم غير مستحب، ازاي بيتم ازالتها بقى اثناء او بعد التجفيف والطحن وان هي بتدخل في التصنيع؟ ما دي الميزه بقى توقيع بروتوكول مع مركز القوم والبحوث، لان مركز القوم والبحوث بيضم شعب متعدده. فالمرحله الثانيه بعد انتاج الطحالب كباودر شعب التصنيعات الغذائيه تعاوننا معاها ونزعنا الريحه اللي غير مرغوب فيها خالص كطحالب، واضفنا نكهات لكل للطحالب، يعني هتبقى الطحالب طالع بنكهه الليمون، في بنكهه الليمون ونعناع، بنكهه الفانيليا. ف النكهه الطعم الطبيعي اللي هو يكون غير مستزاغ، لا احنا خليناها طعم محبب. وفي نفس الوقت برضه من خلال الشعبه بدانا ان انت يعني في مخطط ان عندك حاجات محببه للاطفال، سواء زي جيلي اشكال متنوعه بحيث ان الطفل ياخد القيمه الغذائيه كامله في نفس الوقت بلون وبطعم هو بيحبه، كله صحيح. الوان طبيعيه صحيه. اهم مصدر الاصباغ على مستوى العالم في المأكولات هي الاسبرينو. هيدخل في الايس كريم؟ ده شيء اساسي، ايس كريم باللون الازرق. باللون الاخضر واللون الأرنب. طعم وبفوائد طحالب السبايرولينا. بالقيمه الغذائيه العاليه، عندك بروتين فوق 65%، عندك امينو اسيد، عندك مضادات اكسده، عندك بي 12، يعني جميع الفيتامينات البي بي 1 وبي 6 وبي 12 غني بيه، غني باوميجا 3 اوميجا 6. كل ده هنحطها في حاجات اطعمه صالحه للاطفال. أنا سمعت كمان من حضرتك إن يعني الطحالب ليها طاقة أو بتدي باور عالي للجسم. تمام، يعني كل اللي بتردده على العصارات الرياضية والجيم بدل ما بيستخدموا حاجات كلها مستوردة. لا اللي هو البروتين والحاجات اللي مستوردة. هو بيستخدم في أو بيخرج للمستهلك. لا البروتين. كصورة عصير الطحالب بتعمل عصير؟ لا هو ممكن يبقى عصير. لكن احنا بنتكلم في حاجات معينه اللي هي المنتج الموجه للبادي بيلدينج. لا هو بار بروتين. بار بروتين يبقى بشوكولاته نازل، بيبقى سهل 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 الاستعمال وسهل اي حد بيطلع على الجيم يشيله في شنطته معاه. وممكن اي حد يتناول البار. لانه حضرتك لو مثلا في ماليزيا كل الشركات المتعدده الجنسيات بتعمل على الروف فوق ناطحه السحاب مزارع اسبرينا، بحيث ان كل الموظفين في وقت البريك بيطلعوا ياخدوا كوب اسبرينا وينزلوا عشان يبقى عندهم طاقه كامله بيت اليوم. فاي حد بيحس برضه بالخمول بالاجهاد
بالاجهاد. لا، الخمسة جرام اسبرين يوميا على الريق يخليه يكمل بيت اليوم نشاط. طيب بالنسبه للشباب لسه اللي عايز يعمل مشروع، تنصحه بايه؟ يعني لو حابب يعمل مشروع زي مثلا مزرعه او ياخد صوبه كده. لا، ان هم يكونوا مع بعض مجموعات. مجموعات. هي كده كده المشروع على الاقل بيحتاج 3 افراد عماله غير مثلا مهندس بيشوف 4 4. فبدل ما هو يجيب حد ويشتغل، لا انتوا يعني كل يجمع مع بعض ويعمل مشروع خاص بيه. اللي ممكن تكون المشروع التكلفه تعتبر مش كبيره، ولكن برضه مع بعض الفئات الشباب لسه متخرج ممكن يكون المبلغ مش متوافر له. هنعرف من الباشمهندس حاتم الكومي مراحل الانتاج. هو بعد مرور من 3 اسابيع لشهر من زراعه اول حوض بنبدا عمليه الجمع، وعمليه الجمع بيكون ان احنا بنجمع كل 48 ساعه 10% من حجم الحوض عن طريق شفط، عن طريق ماتور ميه. بعد كده بنتجمع على المناشر دي اللي هما 16 ميكرون، بتكون عجينه بيوماس من الاسبورينه بتكون 90% منها رطوبه. بتبقى المرحله الثانيه ان احنا بنجيبها على المكبس ده، بنتخلص من جزء كبير من الرطوبه فيها، وتبقى عجينه متماسكه. بندخلها على مرحله المكرونه اللي هي دي مكنه بتطلع في الاخر على شكل حبوب خيوط رفيعه مثل خيوط الاسباجيتي. بتبقى سهل بعد كده للتجفيف. بندخلها في فرن التجفيف بتقعد فيه حوالي 4 أو 5 ساعات، درجه الحراره من جوه ما بتزيدش عن 50 درجه مئويه. دي 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 المرحله المكرونه. لان هي دي بتبقى في سرعه التجفيف بتكون هي بالحاله دي. هي بتقعد ما بين 4 إلى 5 ساعات، بعد كده بتطلع عيدان. يبقى فاضل المرحله الاخيره هي مرحله الطحن. يعني الطحن بتبقى كباودر جاف. يعني بتسوق في صوره باودر ولا حبوب؟ لا باودر جاف. ان شاء الله خلال شهرين هيكون التراخيص منتهيه كانتاج ككبسولات، وهي ساعتها هنقدر ننزلها كفاية كبسولات. وامتى هتدخل في المستحضرات التجميل وفي الصناعات الغذائيه؟ ان شاء الله اول ماسك للشعر واول ماسك للبشره هيكون اجراءاته منتهيه على 25/7 ان شاء الله. يبقى في مملكه الجمال كمان يبقى ليها الصب. هيكون هو ده هيكون اول منتجين لينا مستحضرات تجميل، وفي بعد كده حوالي بعد خمس مستحضرات تجميل، بادي لوشن وكريم هيلث كريم هيلث للهيلث السوداء وصابون. كل ده كيف الله، هتبقى المجموعه كامله حوالي 9 منتجات. هايل. ان شاء الله خير. وصلنا للمراحل الاخيره في المزرعه وفي تحلب سبايرولينا، وحضرتك هتضيف لنا ايه في نهايه الحلقه؟ لا، في النهايه ان احنا نقدم وجبه سبايرولينا على الهواء. على الهواء؟ هندوقها يعني؟ دي المنتج في شكل نهائي. اتفضلي. ميرسي. ده كده بيتم تسويقها بالشكل ده؟ سواء بالشكل ده او بتبقى بتتحن باودر جاف ناعم نهائي. يعني تتغلف ولا بتتباع كده مجففه؟ بتتغلف ولا بتتباع مجففه؟ بعد ما تتطحن طحن كامل. هي كده بتتطحن بعد كده؟ بعد كده بتتطحن وهي مطحونه. او في بعض العملاء بيحبوا ياخدوها بالحاله دي. ماشي، ميرسي يا فندم. وجبه سناك خفيفه. طعمها جميل، مستساغ يعني. تمام. في بنضيف عليه نكهات تانية بعديها. زي ايه؟ قلنا الليمون والنعناع او الفانيليا. الفانيليا. وفي نهاية اللقاء بنشكر باشمهندس حاتم الكومي. شكرا لك يا فندم، شرفتنا النهارده. ميرسي ليك، احييك على انك يعني مستثمر عندك اصرار وعزيمة وتحدي. شكرا جزيلا يا فندم. كنا معكم اعزائي المشاهدين النهارده من مزرعه تحالب السبايرولينا، مالكها شركه نور الهدى لاداره المشروعات الزراعيه، اداره وتسويق واشراف. يا رب الحلقه تكون عجبتكم ونالت رضاكم، وانتظرونا الحلقه القادمه في كل ما هو جميل وجديد وايجابي ومفيد في برنامج مملكه الجمال. الى اللقاء.